كونسيسيونير في مصر مثلا باش ناخذوا كمثال. نعم. في لاكزال كاين 18 دوله في الدول اللي بي افريكان كاين ثاني كاين اون كونفونسيون اللي فيها 29 دوله كاين بليزيور كونفونسيون اي كومبري مع لا كوميونيتي اوروبيان سيتادير الاتحاد الاوروبي هادو كل احنا ما عندناش فيهم لي دروا دوان حقوق جمركيه ما عندناش دونك عندنا ان افونتاج كومباراتيف بارابور المصنع تقول له كي تبعث مثلا سيارات لتونس ولا يبعث سيارات لمصر ولا راح يخلص لي دروا دوان اللي راهم في ظل الازمه الحاليه راه مرتفعه كثير احنا عندنا صفر دروا دوان دونك هذه الاولى ثانيا في ظل ثاني الازمه ازمه الطاقه عندنا افونتاج كبير لانه دابور اون اي برودكتور دو انرجي الطاقه عندنا في الجزائر تجي تقول لي باطل بارابور الدول المجاوره الكل هذه ثانية اليد العاملة وزيد مهما تكون ثانية كان يد عاملة مؤهلة الاكسبيريونس هذه على الأقل نديو منها الاكسبيريونس نيجاتيف يعني الاكسبيريونس اللي فاتت التجربة سيئة اللي فاتت نديو منها بعض الإيجابيات اللي هي اليد العاملة كان يد عاملة مؤهلة خدمت كانين دي فورماسيون اللي داروا على الأقل نكتسبوا الشباب هذو اللي ناخذوا منهم الخبرة فوالا دوك الجزائر واش تولي دير تولي تلبي طلبيات نتاع لي كونستركتور مثلا واحد في تونس في مصر في ليبيا ولا مثلا العربي السعودي يعني يعرف كيفاش يروح يبعث يستعمل هذا الوثيقه يروح يدير لي كوموند كي يبعث لي كوموند لا ليفريزون تكون من الجزائر لانه الفارق كبير درك كي نقولوا احنا كاين في 100% دروا دوان ولا 150% دروا دوان هادو سي دي مارش كبار للجزائر اللي توظفهم للكونستركتور هذا الجزائري يوظفهم في لإشباع السوق الوطني.